مشاهد كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم، أسبوع جديد ولقاءات جديدة من برنامجكم ساعة صبحية. صباح الخير والبركة والسعادة، صباح الفخر والنصر والعزة والكرامة. تحية إجلال وتقدير للجيش المصري العظيم، قوات المسلحة الباسلة متمثلة في القوات الجوية والبحرية، وأيضا قوات حرس الحدود والشرطة المصرية للمجهودات الرائعة والجبارة اللي بيقوموا بها بدءا من صباح الجمعة على مدار الحمد لله رب العالمين يومين. قدرت القوات المسلحة يعني تكبت البؤر الإرهابية خزائر فادحة الحمد لله رب العالمين. مهل الرئيس عبد الفتاح السيسي ألهمها للقوات المسلحة خلال 3 شهور ان هم يطهروا سيناء الحبيبة الغالية المقدسة من كافة البؤر الإرهابية، وده الحمد لله اللي بيتم حاليا في شمال سيناء، وكلها سويعات او ايام وليلة ان شاء الله نقدر نعلن مصر خالية تماما من البؤر الإرهابية. الحمد لله رب العالمين، نقدر نقول ان الدولة المصرية ترد على العالم اجمع كافة المؤامرات والتحديات التي تحاك الوطن المصري من خلال هذه العناصر الارهابية المجرمة، الفئران اللي هم تم حصدهم حصد من خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة على مدار يومين. الحمد لله رب العالمين، شفنا قد ايه التعاون من اهلنا في شمال سيناء من البدو وغيرهم من المصريين المتواجدين في شمال سيناء، ايضا الاستعدادات التي كانت على قدم وثاق من كافة الجهات المعنية بالتعاون وتضافر مع الجيش المصري وقوات الشرطة، بحيث ان يكون في هناك اجراءات حاسمة اولا للقضاء على الارهاب، تاني حاجة تأمين اهلنا في محافظة شمال سيناء، لان ده طبعا هدف رئيسي للدولة المصرية والجيش المصري ان اي مواطن مصري ما تنزلش منه نقطة دم واحدة ولا حتى ينجرح، وده اللي حريص عليه قوات المسلحة المصرية، انها في الوقت اللي بتطهر فيه البؤر الارهابية من جسد الوطن بكل ما اوتت من قوة للقضاء عليهم تماما، والحمد لله رب العالمين تم ابادتهم. وهقول لحضراتكم عشان تفخروا بجيشكم وببلدكم ايه اللي حصل على مدار اليومين طبقا لمعاناته القيادة العامة للقوات المسلحة. في نفس الوقت كمان بتحافظ الحمد لله الدولة المصرية على أرواح المواطنين والأهالي في سيناء. أنا بطمن حضراتكم الحمد لله رغم حالة الحرب وما يتم يعني إجراءه حاليا في سيناء، إلا الحمد لله رب العالمين أهلنا آمنين، وده هدف رئيسي بيأمنهم قوات الجيش وقوات الشرطة المصرية. ودي الحقيقة نقدر نقول أكبر عملية الحمد لله مع بداية عام 2018 مشرقة، تقول إن اللي جاي أفضل، تقول إن شاء الله مصر خالية من الإرهاب الأسود اللي دايما كان بينغص علينا عيشتنا في أحسن الأوقات، ودايما بيحاول يسير الفتن، وده عمره ما هيحصل لأن الشعب المصري دائما الحمد لله رب العالمين محتضن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، متلاحمين متكاتفين مع بعضنا البعض. هقول لحضراتكم بقى الحمد لله العمليات دي وحشنا وأسودنا في سيناء عملوا إيه. أول حاجة تدمير 66 هدف كانت تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء وأعمال القصف الجوي والمدفعي، ده طبعا ضد قواتنا المسلحة الحمد لله 66 هدف تم إبادتهم تماما. القضاء على عدد 16 عنصرا تكفيريا تم إبادتهم تماما. القبض على 4 أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. طب ناس تقول لك ليه ما أبادتهمش؟ لا بالعكس، الناس اللي احنا نقبض عليهم لازم نحقق معاهم عشان يجيبوا اللي بعدهم إن شاء الله بعد كده، ويتم إن شاء الله يعني محاصرتهم ودحرهم تماما. اكتشاف وإبطال مفعول 12 من العبوات الناسفة التي زرعها العناصر الإرهابية على محاور تحرك القوات المسلحة المصرية الحمد لله تم إبطال مفعول هذه العبوات، والقوات المسلحة وجيشنا الحمد لله وأهلنا آمنين. تدمير 3 مخازن عُصر بداخلها على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة شديدة الانفجار الحمد لله رب العالمين. اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عُصر بداخله على العديد من الأجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر الجهادي. آخر حاجة ودي الحقيقة يعني مثيرة شوية للذهول، بيؤكد ان الناس دي ما عندهمش ملة، والناس دي فعلا ما بتعرفش ربنا، والناس دي مش ماشية بالدين الإسلامي، بالعكس بتتخذ من الدين الإسلامي ستار لممارسة او تحقيق مآرب اخرى ومخالفة شرع الله اللي هم بيقولوا احنا بنطبق شرع الله. اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر بمساحة تقدر ب 20 فدان. طب انت مش بتطبق شرع الله، زرع لي ليه بانجو لمؤاخذة؟ عشان تتكيف وانت بتموت الناس؟ حسبي الله ونعم الوكيل. نقدر نقول تحيا القوات المسلحة المصرية، تحيا الدولة المصرية، يحيا الجيش المصري العظيم، يحيا أبطالنا أبطال القوات الشرطة المصرية اللي هم دايما متعاونين مع القوات المسلحة في التصدي لكافة العناصر الإرهابية وإبادتهم. وأي حد بس تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلد، في ناس نقدر نسميها كده بالوحوش،
نقدر نسميهم بالأسود، بالنمور، بالفهود، كل هذه المسميات اللي تليق فعلا بولادنا اللي بيدافعوا عن هذا البلد العظيم وعن شعبه المحترم. نتمنى يا رب التوفيق. مرة تانية بقول لحضرتكم صباح الخير يا مصر، صباح الفخر، صباح العزة، صباح الكرامة، صباح النصر.